السلام عليكم. ديما هذيك نيسان ان في 200 موتور ان 5 كاب ان اوف كاب. ها هما الاخوان الكود ديال الموتور ديال الرينو هذا كتركبوا هاد نيسان المهم غنمشيو نشوفوا على ديك الديفو بي 2002. هنا كنشوفوا لي بارامتر ديال الفلتر ديال بارتيكول. هذا السنسور اللي كيعبر لنا البريسيون ديفيرنسيال دابا طومبلي ماشي مار زيرو لان السنسور خدام مزيان. وهنا هذا اكومولي فول جين دي بي اف هو الدخان اللي كيجمع هو في الفلتر. عندنا 45.58 غرام راه بزاف خصك يكون تقريبا 11 11 المهم يكون يقرب لزيرو. دابا حنا غنمشيو ندير واحد الداتاسيون ندير بعدا مارش نشوفو هذا شحال كيعطينا. بسم الله باش نشوف واش الفلتر عام ولا لا. شتو كيعطينا 24 و دابا راه شاد لا رانتي طوموبيل شتو يعني بلي عندنا هو دابا راه كيطلع و كيهبط. نسكتو عاوتاني نعاودوها نعطيوها الاخوان. دابا نديرو هاد التصميم باش يهبط هداك سميتو. دابا نقول ليها بان بدلنا الفلتر باش هاد الفالور يهبط. الى درنا مارش مبقاش يوصل ديك 27 وختها هادي يهبط تاهو كيما شتا الاخوان. هنا معندناش هاد التصميم ديال سميتو. دابا انا شغندير غندخل بالرينو حيت نفس الموتور غندخل الرينو. الرينو غيكون عندي باش ندير سميتو ندير هاديك الداتاسيون حيت في هاد نيسان ما كايناش. هانتوما الاخوان دخلت بداسيا دوكر ها هي 2012 موتور ان 5 حيت نفس الموتور باش ندخل ريغولاسيون. هيا ندير لها داتمو لهذا نقول لها زعما بدنا الفلتر نديرو كونتاك باش كيبان ليكم. المهم هنا قال لي كمل نكونفيرميو. ايوا الاخوان احنا دخلنا بدوكر هذا نيسان اللي عندنا نفس الموتور. عندي ديك لوبسيون هذا اداتاسيون بان بدلنا الفلتر ديال بارتيكولي واخا ما بدناه. ندير اوكي قال لي دير الكونتاك سهلة. دابا غنمشيو نشوفو البارامتر هاديك لا فول جين ديال الدخان ديال الفلتر شحال فيه. هانتوما الاخوان ماسة فول جين ديال الفلتر بارتيكولي 0 غرام. ولكن غنمشيو دابا نرجعو لداسيا باش نشوفو. نخرج من هنا نرجعو زعما لنيسان. دابا هاني غندخل بنيسان هو هنا ونشوف الموتور يورو 5 انتم الاخوان اكم فول دي بي اف 0 غرام الاخوان. هانتوما الاخوان اكومول ديال فول جين راه زيرو وهذا راه هبط ديال السنسور برسين ديفيرنسيال واخا خصو يهبط مازال. دابا ندير غاش جينيراسيون اللي نخليها غير كام ولا غادي يصوغو وصافي. هاهما الاخوان هادي هي الطريقة باش تعرفو. وراه ماشي على مازال حتى شي بولا. والسلام عليكم.